بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا من أرض فلسطين، من أرض الرباط، من أرض النخوة والكرامة، من أرض العزة والشهامة. أنا شوقية حواورة من فلسطين. أتيتكم كمؤسس لفريق نحن المبادرون نحو القمة، وأنا مدربة دولية وخبيرة مايكروسوفت العالمية للعام الثالث على التوالي، الحمد لله، ولي العديد من الإنجازات بفضل الله. هذه الورشة التدريبية نقدمها لكم من فريقنا، فريق نحن المبادرون نحو القمة، برعاية مؤسسة سفراء للتطوير المهني من تركيا. فأهلا ومرحبا بكم، ونستضيف اليوم مدربة رائعة بإذن الله من ليبيا الشقيقة الحبيبة، هي الأستاذة نورة أحمد محمد. نقول لها أهلا وسهلا بك، شرفتينا في هذه الورشة التدريبية. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، وأن تكون أمسية رائعة بوجودك وبوجود الزملاء والزميلات من جميع أقطار وطننا الحبيب، بالإضافة إلى طلبتنا الأحبة. فأهلا وسهلا بكم ضيوفنا، قدومكم إلينا أدخل الفرح والسرور للقلوب، فنحن نرحب بكم ونفرش لكم الدروب ونعطرها بالرياحين، ونرجو لكم أن تكون هذه الأمسية مفيدة مليئة بالمعلومات التي تفيدكم كمعلمين وكطلبة رقميين. ونقول لكم قدمتم أهلا ووطئتم سهلا، فلقد أدخلتم الفرح والغبطة إلى قلوبنا، فنسأل الله عز وجل أن تستفيدوا من ورشاتنا بإذن الله، وتكونوا خبراء إن لم تكونوا خبراء، أو تطورون من أنفسكم، لأن التطور المهني مهم لكم كمعلمين رقميين. فأهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم مرة أخرى. إن قلتم لي من هي نورة أحمد محمد، سأقول لكم هي معلمة، وهي تحمل دبلوم عالي في الحاسوب تخصص برمجة، وقد تحصلت على عدة شهادات، منها مثلا شهادة الوسائل التعليمية. أيضا هي متحصلة على شهادة أخرى، على شهادة مصحح الآلي، وشهادة الماجستير المهني، وشهادة معلم أزمة، وشهادة تنمية بشرية لتطوير الذات، كما أنها حصلت على شهادة TOT، متحصلة على شهادة رخصة دولية لقيادة الحاسوب، كما أنها متحصلة على شهادة معلم معتمد من مايكروسوفت العالمية. تبارك الله، ما شاء الله عنك يا أستاذة نورة، نسأل الله أن يزيدك من علمه، وأن تكوني دائما متألقة مبدعة في منحة التعليم إن شاء الله. كما قلت لكم، أنا شوقية حواورة، وهذه بعض الشارات التي حصلت عليها بفضل الله عز وجل في زمن الكورونا وما قبل الكورونا. فلقد كانت محنة الكورونا عبارة عن محنة في البداية، ولكن بفضل الله وباعتمادنا عليه عز وجل حولنا هذه المحنة إلى منحة، بحصولنا على العديد من الإنجازات المحلية والعالمية، وهذا إن شاء الله من فضل الله عز وجل، ونشكره على هذه النعم العديدة إن شاء الله. إن قلتم لي ما هي محاور الورشة، سأقول باختصار، وستكمل إن شاء الله الأستاذة نورة بعد ذلك. أولاً مقدمة عن الإكسل، ثم ما هي المكونات الرئيسية لنافذة البرنامج، ثم كيفية تشغيل برنامج الإكسل، وهو أحد أدوات مايكروسوفت، وهو مهم جداً أيضاً للمعلم إن شاء الله، للمعلم، للمشرف، للمدير. إذن أهلاً بك أستاذة نورة،
أهلا بزميلتك التي ستساعدك في بداية الورشة في الكلاس بوينت الأستاذة سهام، حياها الله، وأهلا بكم زملائنا وزميلاتنا وطلبتنا الأحبة، أهلا بكم وسهلا، فلتتفضلي على بركة الله. بسم الله، تفضلي شاركي الشاشة. وعليكم السلام. أستاذة نورة تفضلي. تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. معاكم. هتبدأ كلاس بوينت وهتبدأ واحد يحدثنا عن نفسه. الكود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتفاعل معا مع الكلاس بوينت، وكل شخص يعرفنا بعد ما تعرفنا على الأستاذة نورة، فكل شخص يعرفنا على نفسه. كود الفصل 61219. 61219. نتمنى من الجميع المشاركة. أستاذة نورة أو أستاذة شوقية، نتمنى وضع الكود في الدردشة. نعم وضعته. أهلا وسهلا بجميع متدربينا، بإمكانك الدخول للكلاس بوينت عن طريق الكود، نذكر بالكود مرة أخرى 61219، أو عن طريق ماسح الباركود، أو ندخل عن طريق الجوجل ثم نكتب كلاس بوينت أب وندخل الاسم وندخل إلى الفصل. يلا انضم إلينا 8 من المتدربين. أهلا وسهلا حنين الطالبة، وافية، صفاء، تقوى، لطيفة، هناء، ثمار، أهلا وسهلا فيكم. نتمنى من الجميع المشاركة والدخول. نذكر بالكود مرة أخرى 61219. يلا متدربينا بانتظاركم. أحسنتم ناهد، دخلت وليلى، يلا في انتظار البقية. يلا أحسنتم. نذكر بالكود مرة أخرى 61219، أو عن طريق ندخل في الفصل عن طريق مسح الباركود. يلا بانتظار البقية. نأمل من الجميع الدخول للفصل عن طريق أداة كلاس بون، ونذكر بالكود مرة أخرى 61219. يلا 19 من متدربينا دخلوا بانتظار البقية. أهلا وسهلا بالجميع. يلا سريع متدربينا بانتظاركم. يريد الكل يشارك. في أستاذة عايشة حاكية أنا ما بعرف وين أضيف، يريد معلش أستاذة سهام ترد تعيدي لها، لأنه في ناس جدد فبدنا نصبر شوي عليهم. نذكر بالكود مرة أخرى 6، أو الكود تم إرسال الكود على الشات 1219. بإمكانك الدخول عن طريق
فهو خلاص اكتفى بال 25. نعم، إذا هو مجاني. لو هو مش مجاني باخذ أكثر. أكثر. تمام. تمام. لنفعل السؤال وبانتظار إجاباتكم. يلا إجابات. يلا ارحم أبو عبد العزيز. يلا عرفنا بنفسك ومن أي دولة ووظيفتك. شادية، أهلا وسهلا. شادية من مصر، معلم خبير رئيس قسم الإحصاء. أهلا وسهلا أستاذة شادية، شرفتينا. صفاء سعد من مصر، أهلا وسهلا أستاذة صفاء، معلم أول علوم. شوفوا لطيفة نصر من ليبيا، أهلا وسهلا. الطالبة تقوى من الأردن. ليلى من تونس. أبطال حنين من الأردن. رابعة من الإمارات. عائشة من ليبيا. براء من السعودية. ناهد، معلم خبير من مايكروسوفت، أهلا وسهلا من مصر. أنعام من فلسطين، أهلا وسهلا أنعام. رؤى من السعودية، أهلا وسهلا بكم جميعا. وفية أيضا من السعودية. لا إلى، يلا بانتظاري مشاركاتكم جميعا لكي نتعرف عليكم. ما زال أربع مشتركين ما تعرفتش عليهم. حنان، سناء، منال، أمل، بانتظاركم. نشكر الجميع على التفاعل والمشاركة في انتظار البقية. أمل ومنال وسنان بنتعرف عليكم، يلا اكتبوا سريع. نشكركم على التفاعل والمشاركة. يلا سريع نبي نشوف أمل ومنال. يلا أمل ومنال سريع بانتظاركم. أربعة لسه مش مجاوبين يا أستاذة سهام، شوفي لنا إياهم مين على البندنج. اضغطي كان شوف مين. منال وأمل. منال وأمل، يلا في انتظاركم. منال وأمل، نشكر الجميع على المشاركة والتفاعل وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ خالد رافع إيدك، هل من سؤال أستاذ خالد؟ نعم. صوتك بقطع. نشكر الجميع على التفاعل، نشكركم جميعا متدربينا. بعد ما تعرفنا عليكم ننتقل للسؤال التالي. ما الذي تعرفه على برنامج الإكسل؟ يلا في انتظار مشاركاتكم. فيديو سامع، أنا كده معاكم في الغرفة ولا لا؟ نعم نعم معانا يا أستاذ، أنت شايف الشاشة؟ أيوه شايف الشاشة وشايف الفيديو، شايف وسامع. تمام ممتاز ممتاز، إذا أنت معنا، أهلا وسهلا فيك. يا ريت نحافظ على المايك مغلق، أنا أغلقت على الكل وفي الآخر رح نفتح المايك لأي سؤال بإذن الله. الشاشة واقفة يا أستاذة سهام ولا لا؟ لا واضحة، في هنا واحد من المتدربين قال إنشاء جداول فقط. وحنين
الطالبة حنين يوسف قالت أعرف أنها أداة فعالة رائعة لاستحصال نتائج ومن تطبيقات مايكروسوفت. نشكرك على التفاعل حنين. وافية قالت أعمل سجل رصد درجات لطالباتي. أهلا وسهلا فيك أستاذة وافية. برنامج إحصائي، برنامج جداول بامتيازات. يلا عبد الإله. شادية قالت هو برنامج يمكن إنجاز الكثير من الأعمال بالنسبة لها، تنشئ فيه جداول إلكترونية. شكرا مشاركتك أستاذة شادية. برنامج جداول إلكترونية يستخدم في معالجة العمليات الحسابية، أحسنتم. سناء قالت برنامج جدول ينظم لك العمل في صفوف وأعمدة ويسهل العمل المكتبي والإداري. نشكر مشاركتك أستاذة سناء. صفاء قالت برنامج إنشاء الجداول والبيانات. نشكرك أستاذة صفاء. ليلى قالت الجداول والرسوم البيانية وغيرها. شكرا أستاذة ليلى على المشاركة. لطيفة قالت المحاسبة، وناهد قالت من تطبيقات الأوفيس 365. أما تقوى قالت أداة فعالة يستخدم لإنشاء جداول وبيانات. أما سمار فقالت برنامج من مايكروسوفت ينظم لك الجداول والبيانات. أما حمدي قال برنامج جداول حسابية يساعد في جمع البيانات وعمل الرسومات. بانتظار البقية للإجابة. يلا بانتظاركم. بانتظاركم متدربين. نشكر الجميع على التفاعل. بانتظار البقية. يلا بانتظاركم. عبد الله، منى، رؤى، مين اخرى؟ بلسم، امل. يلا بانتظاركم. بقول لك ما تعرفيش شيء علي على التفاعل. نشكركم متدربينا. بانتظار البقيه. بقول لك ما تعرفيش حاجه علي في لم أجد أو لم أستعمله من قبل أو لأول مرة. قالوا التفاعل نفس التفاعل من أول. رؤى قالت أول مرة. أوكي رؤى، اليوم راح تتعرفي مع الأستاذة نورة على برنامج الإكسل إن شاء الله، وتستفيدي منه في حياتك الوظيفية. عائشة قالت من تطبيقات مايكروسوفت وممكن عمل جداول والرسومات البيانية. أما حنان فقالت برنامج رائع لعمل السجلات والمعادلات. حمدي قال برنامج جداول حسابية يساعد في جمع البيانات وعمل رسوم بيانية. نشكر الجميع على التفاعل. نشكركم متدربين على تفاعلكم. في انتظار البقية. منال والبقية بانتظاركم. انتبهوا للوقت، قرب على الانتهاء. نشكر الجميع على التفاعل. نشكركم جميعا متدربين على المشاركة والشير. إليك أستاذة نورة. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم حضرتنا تحكي على الأجهزة. أجهزة برنامج
هو برنامج يتسجل. الصوت يا أستاذة نورة، لو سمحتي أستاذة نورة الصوت. الأذن هو برنامج يستخدم في إجراء العمليات الحسابية في الجمع والطرح والضرب والقسمة. ما في شير. أستاذة نورة سمعتيني صوتك؟ زبط الصوت لو سمحتي، وكمان الشير مش واضح. يعطيك العافية أستاذة سهام. الله يعافيك أستاذة شوقية، شكرا، بارك الله فيك ولجميع المشاركين. آمين وإياك يا رب جميعا. الأسل يستخدم لإنشاء الجداول والبيانات والقوائم والمنظمات والرسوم البيانية، والأذن فيه لمعالجة البيانات، وقد يستخدم لقيام بعمليات الشفافية المتقدمة. هذا تعريف الأذن. وندخل للجانب العملي، كيف يمكن استخدام برنامج الأذن، أو كيف ندخل عن طريق برنامج الأذن؟ عندنا كم طريقة. أول حاجة يا أستاذة نورة لو سمحتي، الصوت 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 مش واضح. إيه تمام، استخدمي سماعة أو إشي؟ لا تمام، هيك مش واضح بكثير، الجميع ما يسمعش فيها. بقطع الآن أفضل، الآن أفضل، آخر جملة منيحة. عن طريق أول حاجة، عن طريق البرنامج أجل، عن طريق أول حاجة، عن طريق الزر الأيمن أي سطح المكتب، الزر الأيمن ندخل كلمة جديد، تطلع لي قائمة مساندة لنا، نشكر على كلمة مايكروسوفت. هنا نقدر نجيب إعادة تسمية، مثلا نكتب كشف درجات، هذه أول حاجة، أو عن طريق من قائمة إبدأ نضغط على مايكروسوفت أو أكبر مايكروسوفت أكسل من مايكروسوفت، من حجم مايكروسوفت. هذه هي عندك، تطلع لك أول ما تطلع لك ابدأ مصنف، هذا مصنف فارغ، لكن هذين قوالب تبدأ تستخدم. لكن عادة نحن نشتغل على الأكسل نخلص المصنف فاضي أو فارغ. هذه واجهة البرنامج. واجهة البرنامج شو في؟ أول حاجة هذين اسمها أدوات سريعة. تمام أستاذة، واضح صوتي؟ نعم صار أوضح، صار أوضح. تمام، هذه اسمها خلية ناشطة، خلية ناشطة التي يفيد بها برواز، هذا برواز. شوفوا كل من كان نزل عليه في ناس بيحكوا مش واضح. أستاذة نورة صوتك بيضل يروح يقطع ومش واضح، لو تقربي على مصدر الإنترنت. تمام، مش واضح أستاذة. إيه نعم بيقطع الآن، يعني هاي آخر جملة برضو منيحة. تمام، هذا اسمه برواز، هو الذي يفيد بها البرواز، هذه خلية ناشطة. أشمعنا خلية ناشطة؟ خلية اللي بنكتب فيها الورقة العمل، هذه ورقة العمل رقم واحد، كل ما نزور على الجمع هذا تطلع لي ورقة عمل، شوفوا رقم أربعة رقم خمسة. تمام، هذه ورقة العمل. الورقة العمل هي مقسمة أعمدة وسطور. الأعمدة هذا العمود الأول، هذا العمود الثاني. الأعمدة يرمز لها بالحروف، أما الصفوف يرمز لها بالأرقام. هذا صوتي واضح هكي؟ تمام، كل شقية صوتي واضح؟ نعم الصوت بيكتبوا لك الصوت متقطع مش واضح. الجميع للجميع يا أستاذة شقية. يا ريت أستاذة إذا في عندك مشكلة في اللاب خلي اللاب للعرض، واستخدمي صوت الجوال بيكون أوضح. هذا صوت الجوال. هي أستاذة وافية بيحكي كان صوت أستاذة سهام أوضح.
يعني استخدمي جهاز الجوال للصوت واستخدمي اللابتوب للعرض. دخلتي بالجهازين ولا بس بجهاز داخلي؟ استاذة هيك وضع. احكي احكي. اكتبوا الآن بس تسمعوها، واضح؟ إذا واضح رقم واحد اكتبه. احكي تاني شوف أستاذة. أول حاجة عندي الملف، الملف لما نظر عليه فيه معلومات وفيه جديد. الجديد معناها يفتح لي مسند جديد، شفتوا؟ والفتح فتح مسند موجود عندك. الحفظ، حفظ مسند اللي تبي اللي أنت بتحفظه. الحفظ باسم، هو حفظ نفس المسند بس باسم آخر. عندي طباعة، الطباعة لما نزرع عليها هي طباعة الأوراق. المشاركة ترسل عن طريق دعوة الأشخاص أو عن طريق بريد إلكتروني. عندك إغلاق وعندك خيارات. نجي على الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية مكونة من هنا تبويبات، تمام؟ هذه اسمها الحافظة. ليش سموها الحافظة؟ يعني لما ندير، شوفوا لما ندير محمد بدك واضح مشوقية لسه بكتبه مش واضح. أستاذة أنت داخل بجهاز ولا جهازين؟ جهازين اللي نحكي به جهاز النقال والشير بجهاز. يعني أنت تحكي من النقال؟ تحكي من النقال. هاي كتبت واضح جدا، خلاص. هاي أستاذة خولة، حياكي الله أستاذة خولة. كاتبة واضح جدا، تمام، ممتاز، كملي. واضح، تمام تمام. بس ياريت بحكوا لك تكلمي شوي شوي عشان بدهم يتابعوا معاكي، بدهم يطبقوا يعني معاكي، تمام؟ تفضلي. تفضلي كملي. الأوفيس مايكروسوفت أوفيس 365 هو نفس الأكسل العادي. اللي في الأكسل المايكروسوفت نقدر أي برنامج دخلته أو صممته أو صممت المنظومة متاعي صممتها ونديرها حفظ، نديرها حفظ عن طريق شنو؟ عن طريق الإيميل متاعي في أي مكان نقدر نفتحها. لما ندز الون درايف، ندز الون درايف متاعي، الواحد أو الشخص اللي بنرسله في تعديل معين، أنا ندير له تعديل، تثبيت التعديل هو يقدر يعدل به، ما عندهش أي مشكلة. 95% نفس الأجهزة الموجود في اللابتوب، نفس الأجهزة مايكروسوفت 365، نفسها مفيش اختلاف. نجي للصفحة الرئيسية، عندي الحافظة، الحافظة زي مجموعة من القص، هذا القص، والنسخ، واللاصق طبعاً، والنسخ التنسيق. هذني ليش سموها حافظة؟ لأنها تحفظ لي أي حاجة صارت عملية نسخ، تقريباً 25، تحفظ 25. عندي هنا لجمع، هذني مجموعة الخط، مجموعة الخط أي حاجة أشوفه محمد هذا نقدر نصغر الخط، نكبره، شوفوا نغير شكل الخط، حبيت الخط طبيعي نغيره، ندير له مايل، ندير أوكي حفظ. ندير تغيير خلفية، ندير تغيير لون الخط. شوفوا هنا محاذاة، المحاذاة هي نقدر بالتلقينات نحطها في الوسط، وانت نحطها نقدر في الوسط الجانب كيف ما نبي يجي. عندي هنا دمج وتوسيط، نضلل مجموعة من الخلايا وندير عملية توسيط. لكن طبعاً في حاجة في عملية التوسيط، كل ما أنت تضلي شوفوا تضليل وبعدين دير عملية توسيطة دمج. عندنا هنياهي العام والرقم والعملة والمحاسبة والتاريخ والتاريخ أخرى والوقت، هذني مجموعة موجودة وين؟ لما تدير الجدول متاعك، ثبت الجدول متاعك، ضفت عملية جدول، بعدها طبعاً تكبر، تعطي تنسيقاتك براحتك، تعطيهم قبل ما تبدأ،
تمام تعطيهم بعدين عادي. هذا تمام صوتي واضح؟ نعم الحمد لله. نعم واضح تمام. تمام شوفوا بنوريكم فرق بين لما نظلل ونجير عملية تنسيق جدول بدون عناوين للرؤوس هيطلع عمود أول عمود ثاني نفس ما أنتم تشوفوا فيه. لما ندير مراجعة تراجع ونكتب هنا مثلا الاسم نكتب هنا الاسم مثلا الرقم الوطني الرقم الوطني والاسم وتاريخ الميلاد ميلاد. شوفوا لما انا نكتب اسمي نبي ندير تنسيق كجدول هنختار رؤوس الموافق. شفتوا كيف طلع؟ يسألني يقول لي شوفوا محمد الرقم الوطني مثلا تاريخ الميلاد تمام نجيب جديد. شفتوا كيف خلى الرقم والاسم والتاريخ الميلاد. عندك حاجة ثانية بعدها هذا تنسيق خزد وعندك تنسيق شرطي أبيات تنسق به الجدول أو عندك شرط معين كيف نازح وراسب نفسه الأنماط حتى هو كذلك للألوان والتميز. أنا إدراج خلية كتبي إدراج خلية شو نفس اللي قالي هيك لأنها كان الخلايا الاسم ورقم الوطن وتاريخ الميلاد كان المتظلات لما كان في تظليل زادني عمود أول وعمود ثاني وعمود ثالث. هنا الحذف وهنا ما يقعد فيه سهم صغير معناها في مجموعة أو خيارات عندك حذف الخلايا عندك حذف الصفوف الورقة عندك حذف الصفوف الأعمدة الورقة عندك حذف الورقة تنسيق عندك الارتفاع. طبعا في طريقة تقدري تكبري وتصغري من هنا لكن احنا ك شوفوا لما ندير تنسيق ندير تنسيق تلقائي تقدر تديري تنسيق تلقائي تمام. هذا جمع تلقائي متوسط حسابي مثلا تجمع متوسط أرقام حد الأقصى حد الأدنى تبع السلسلة. طبعا هذه إذا المسح في فرق بين المسح لما تدير مسح كل ما تمسحها كلها لكن لما أشوفها عندي المسح مسح الكل معناها حتمسح كلها شفتوا عندك المسح العادي تنسيقات مسح التنسيقات هيمسح التنسيقات فقط مسح التنسيقات يمسح التنسيقات فقط مسح المحتويات
أن تفهم المحتويات اللي داخلهم قبل ما تفهم المحتوى. عندك المسح التعليقات فتح استفادات رياضية، عندك استفادات، عندك الفرق عن الأخطوة حتى هي مثلا نعبي المجموعة وجودها كلها. شوفوا لما أنا هذه دي علامة زائد تكون في جنب ودي علامة زائد، لما ننزل شوفوا ينسخ لي فيها، ينسخ لي فيها لكن بتسلسل الأيام. شوفوا بتسلسل الأيام، هذا اليوم الأول، يوم الثاني، يوم الثالث، يعني 11 12 13 14. طبعا هنا موجودة عندك دي التهني يطلع لك بتسلسل. شوفوا تعبية الأيام، تعبية الأيام بالأسبوع، تعبية بالشهر. شوفوها، شوفوا كيف تغير نفس التاريخ ونفس، لكن الأشهر اللي تغيرت. إلى الآن تمام. لما نقوله تعبية السنوات هذا شوقية تمام، مفيش نعم نعم، بس مرات بقطع الصوت شوي. نعم نعم سامعينك سامعينك، بس شوي مرات بقطع. ايه تمام، انت واضح التشقية صوتي. طبعا هني تنسيقات هذا البحث وتحديد واستبدال، هذا نفس الوورد، نفس الباوربون. عندك إدراج، أنا في إدراج، عندك طبعا تاب وجدول، عندك إدراج صورة، تقدر تدرج صورة، صورة عن طريق الأنترنت، صورة عن طريق الأنترنت. هنا عندك إدراج جدول، هنا مخططات، مثلا هذا اللي رسم البياني. شوفوا أعطاك رقم الوطني وأعطاك الأسماء من نقطة، ترتيب الأسماء تقدر طبعا هذا نيهي كيف ما تبي، كيف ما أنت حاب. بعدها طبعاً الخطوط المؤشرة، إذا تكتب النطاق متاع الخطوط المؤشرة متاع مقسم، هذه مقسم العرض، رأس العرض والطول طبعاً هذي خلاص. هذه المعادلة، عندك واضح هذا؟ نعم ما شاء الله واضح تمام. حلو هذا الباي تشارت بس نسميه، اللي هو ممكن نعمله للعلامات صح؟ أو تحليل مثلا استباني أو إشي. حلو حلو. الصوت يا أستاذة نورة، راح الصوت. أستاذة نورة، أستاذة نورة سامعتيني؟ أوكي سمعت لك، سمع فيها تسمع فيها. نعم نعم الآن سامعينك. في أستاذ عبد الرحمن حاكي أن مرجو إعادة الفقرة الأخيرة متاع الدراسة. نعم نعم آخر خطوة، آخر خطوة عملتيها تمام. شوفي طبعا الاسم ورقم، طبعا رسم البياني، رسم البياني
شوفوا مخططات الرسم البياني يا دني، أعطيك الدرجة نتاع في الشكل كده، نختار مخطط طبعا تختاره تنسيق من هني تصميم. شوفوا هنا تصميم لكن هنا تنسيق، الأدوات المخططة تنسيق، تبي تغير الألوان بشبهني يا أستاذة نور الأدوات اللي في الباوربوينت صح؟ الأدوات شوفوا حتى تقدر تغيروا الصورة، مثلا حابين صورة معينة حابين صورة معينة، مثلا اختاروا الصورة هذه ما في ألوان. شفتوا طبعا شوفوا هذا الأرقام الأسماء اللي تغير الخط، هذا تغيير الخط. شوفوا هذا كان حابين تغيره بطريقة أخرى، شفتوا هذه كان حابين مثلا تظلوا أو تديروا عملية تظليل كيف ما أنتم حابين. هذا التصميم وهذا التنسيق إلى الآن واضح أستاذة سقية؟ أسئلة سقية؟ نعم بصوتي واضح تمام؟ نعم نعم إن شاء الله واضح. بيحكوا في ناس بيحكوا الصوت غير واضح. أنتوا تسمعوا فيه الجميع غير واضح؟ بقطع هو بقطع لحظات ومنخفض، يا ريت تعلي صوتك لو سمحتي. حاضر. شوفوا هذا اسمع النص الورد ارت، حابين حاجه معينه او بتكتبوا حاجه نفس الورد. نفس طريقة الوورد عندك من إدراس، زي من إدراس تديري من إدراس فين أنا عندك مربع نص موجود، تجي مثلا ملاحظة أو حاجة. فأنا عندي مثلا محاضرة عندي مثلا حط اكبر من اكبر دينار الاكبر مثلا نختار مثلا أنا هو نبي نطلعه أكبر قيمة في القيم الموجودة قدامي، نجيب يساوي. شوفوا أي معادلة لازم تقدر عملية يساوي، أنا نكتب معادلة بدون عملية يساوي مستحيل تسمع فيه أستاذة شوقية. واضح صوتي أستاذة شوقية؟ واضح صوتي؟ نعم نعم. يا ريت إذا واضح اكتبوا لنا رقم 2، إذا الصوت واضح اكتبوا رقم 2 على الشات، إذا مش واضح 0، إذا واضح الصوت اكتبوا 2، إذا مش واضح اكتبوا 0. هي كتبوا كثير 2 2 2، يعني تمام التمام الحمد لله. الحمد لله ممتاز. أكملي أستاذة. تمام عندي في ناس كتبوا 0 بيكون عندهم المشكلة. تمام شوفي أكبر قيمة معناها كلمة ماكس، عارفين ماكس هي أكبر قيمة، نديروا ماكس
لما انا جبت يساوي يساوي المعادلة احفظها، وان المعادلة لازم يكون فيها عملية يساوي. أندير ماك شوفوا حنختار من F صفر معادلة وين قاعدة؟ قاعدة في F صفر. طبعا عارفين انتو هذه عمود وهنا صف، وين قاعدة المعادلة؟ قاعدة في العمود، عمود F. الصف كم؟ الصف نبدأ من الصف 12 تمام. ناخذ من عمود من F 12 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 لعند F 18 وندير انتر، طلع لي 222. فعلا اكبر قيمه اللي موجوده قدامي هي 222. ندير نفس الطريقه اصغر طبعا عندي اصغر قيمه. شفتوا هنا شو صار لي انا؟ لان الخط او الكلمة أكبر من الجدول دي تنسيق. شفتوا أنا ما خشيت على تنسيق ودرت استواء تلقائي للعرض العمود فقط، لا كبرت لا صغرت. طبعا تقدر تكبر وتصغر من هنا، لكن شوفوا من دي تنسيق نختار. طبعا هنا العمود عرض العمود، هنا احتواءه. طبعا نكتب الأرقام ثاني أرقام موجودة عندك. احنا تو بنعرف خذينا قاعدة ان اليساوي لازم تكون يساوي هي الدالة تمام. اي دالة ترمز برمز يساوي أعطينا معادلة لازم ندير يساوي، بعدين ندير مان اف اكس في اف اكس ترمين كومان طبعا من زي احداث الى فيها وندير انتر. لأن أنا بنحط هذا صفر موجودة، شفتوا اختار واحد هو صح؟ لما ندير هنا صفر، أنا نحط صفر ندير أنت، شفتوا كيف تغير؟ شفتوا كيف يساعد فينا؟ هذه أكبر قيمة وعندي أصغر قيمة، وعندي حاجة نبي نجمع بين 12 والعشرة، نقولوا الجمع. بناخذ دالة الجمع. دالة الجمع شو تقول دالة الجمع؟ يقول لك أول حاجة نديرها في القاعدة إنها تكون يساوي، ما تفهمش معادلة إلا يساوي. اختار الجمع صم طبعا انا اطلع لي فوق 22. انزل بالسهم ننزل لوطا تمام. اكتب هنا صفر. شفتوا كيف واضح؟ واضح يا استاذة شوقية؟ نعم نعم واضح تمام زين الحمد لله. نعم نعم تمام ممتاز ما شاء الله. لما نغير 222 نغيرها نديرها 4 وندير اوكي. شفتوا بدون عمليه حسابيه هي يغير الارقام، انا ما ندخلش، هو عمليه حسابيه يتغير فيه الارقام. شوفوا هنا مثلا نختاره الى الان واضح
واضح اكتب واحد وعندي كم واحد اكتب واحد. نعم يا ريت أستاذة نورة بتحكي لكم إذا واضح الشرح لحد الآن اكتبوا لها رقم واحد في الشات. تمام ما شاء الله الكل كتب واحد واحد. شوفوا ممتاز ما شاء الله. المعادلة الحسابية هتكون بيساوي هذه حفظناها ونقوله جمع جمع منها صم. وندير موافق لما ندير موافق شوفوا جمع لي بروحه جمع تلقائي اثنين جمع بروحه وده اللي مية واثنين وأربعين. طبعا هني ان احنا خذينا الاكبر قيمه والاصغر قيمه وخذينا الجمع هو بناخذ مثلا بناخذ الفئه او اذا كان مثلا عدد اكبر من عدد اعطيني الدرجه واذا كان لا مثلا اذا كان العدد اقل من 49 ادي لي ناجح واذا كان لا ادي لي راسخ. تمام تمام إلى الآن يريد تعملوا لها ايموجي يعني خليها تعرف إنه شرحها تمام لو سمحتوا اعملوا لها تصفيقة قلب حب شغلة عملة خليها تحس حالها إنها في الوضع الصحيح. عندي كلمة نسيجة طبعا هاي ما شاء الله بيعملوا لك لايكات وكل شيء تمام ممتاز. عندي نتيجة تمام النتيجة نحن عارفينها إذا كان أكبر من 49 مثلا 50 هيكون ناجح وإذا كان أقل هيكون راسب. عندي أنا عندي أول حاجة هنبدأ بالمعادلة الحسابية هندير يساوي بعدين نشيل اف اكس إذا كان اي اف إذا كان طبعا نحن خذينا إذا كان العدد أكبر من نعطيكم ملاحظة واكتبوها أو احفظوها. إذا كان العدد أكبر من الحاسوب ما يعرفش كيفنا هو عكسنا لما يكون الأكبر ماشي للأكبر اللي عندنا نحن أكبر عنده هو أصغر وإذا اللي نحن عندنا أصغر عنده هو أكبر هذه قانون انفعاء أكبر من 49 تساوي إذا كان العدد إذا كان العدد أكبر من 49 يجيب لي مكان رو لكن طبعا أحفظه إنه لازم تكون شف تدير التاء والطاء شفت وطاء أدي لك رمز التصفيق أوكي شفت وطاء اللي يشتغل معي يدير شفت وطاء فاصلة منقوطة بعدها وطاء
العلاقة ست. فبدون ندير نسكر الجوز ندير أوكي. هذا لما ندير شفتوا شفتوا تمام. أنا الإف الراتب نبي ندير له لون حمر حيث إنه نعرف إنه هو راتب. عندي تنسيق شرطي تابعين معايا أستاذة سخية؟ تمام صوتي واضح؟ تمام تمام ما شاء الله ممتاز أكملي. أستاذة فتحية بتطلب منك لو سمحت تعيدي آخر خطوة. حاضر شوفي. تسلمي. الله يسلمك. أنا عندي إذا كان أول حاجة عارفين المعادلة تبدأ برمز يساوي وبعدين نقولوا إذا كان I if. أنت نقولوا الجمع متاع 62 أكبر. خذينا قاعدة إن الأكبر اللي عندنا نحن بالحياة العادية الحياة العملية الأكبر والأصغر في اللابتوب في الكمبيوتر أو في القصة الرقمية عكسية. الأكبر هو أصغر والأصغر هو أكبر. 49 ندير فاصلة منقوطة ندير شفت وضع ندير ناجح نكتبها بالعربي. وإذا كان لا فاصلة منقوطة شفت وضع ندير راتب سكر شفت وضع وندير شفت والسفر هيتسكر هيك هيتسكر الجود ندير انتر تمام. الى الان تمام واضح استاذة شوقية؟ تمام واضح. نعم نعم ان شاء الله واضح. في ناس ما شاء الله كمان بيضيفوا معلومات يا أستاذة نورة على الشات. أستاذ دعنون عبد الإله بحكي الإكس العربي لغة الدول بالإنجليزي واسم الدالة يختلف حسب اللغة. ما شاء الله يعني إضافات رائعة جدا وكلهم بيشكروا فيك وبيحكوا لك واضح جزاك الله خير ما شاء الله. أكملي ما شاء الله عنك. شوفي كل ناجح وراتب به. أنا ربي راتب هطا بدي لون حمر بحيث إنه يعرف روحه راتب أو أنا نشتغل في المنظومة. طبعاً شغل المنظومة يبي تميز. لما تشتغلي بالمنظومة متاعك يكون في تميز يكون في ألوان يكون أحلى. شوف قواعد تميز الخلايا هيقضي أمر يساوي. لما نقوله يساوي يساوي بأمر أي مثلاً راسب يكتب كلمة راسب يعني أي شوفوا أي شيء نفس الكلمة الموجودة في أي خلية موجودة عندي نفس الكلمة راسب هيتغير باللون الأحمر. تمام؟ خلايا دي يساوي بعدين راسب هيتغير باللون الأحمر. أنا نبي نغير لون نخلي لون الإف لون أحمر ندير تنسيق شرطي حتى هو نفس القصة ندير يساوي هنكتب إف ندير موافق نختارنا. أنا نبي نوريكم حاجة. أنا عندي سوا هكي تمام. أنا نوريكم فرز لما يقولوا مثلا شوفوا هنا في فرز من ألف إلى الياء. شوفوا كيف ترتب الأسماء ترتبا الحروف الأبجدية نفس الحروف بحث شوفوا نخلي هذا هذا حتى تختلف.
تمام. لا نبي اللي ناجحين ندير فرز ونقوله نحول التحديد الكل مركزين معايا وندير تي ندير موافق تطلع غير أسماء الناجحين فقط. لما نبي لا ما نبيش ناجحين نبي نعرف من الراتب نحول التحديد وندير اس وندير موافق شوف يطلع لي أسماء الراسبين إلى الآن واضح. شوفوا عندي الإدراج اشتغلنا عليها عندي تخطيط الصفحة. شوفوا أول حاجة نديرها في تخطيط الصفحة قبل ما نبدأ في الشغل بديت في أنا طبعاً تحليل بيانات. شوفوا أنا عندي مثلاً مشروع معين لازم ندير تحليل بيانات ما نديرش مشروع بدون تحليل بيانات. أهم حاجة تحليل البيانات ناخذ مشروع نحلل البيانات مثلا انا عندي مدرسه خاصه نشوف القص الاطفال شنو القص كل مثلا التصريف متاعي العمل السناطري او المصارف يعني متاعاتي شنو نصرف شنو ننقص كم واحد نعطيها درجه متاعه القص متاعه الشهري لازم نحلها عن طريق الاوراق تحليل بيانات وبعدين بعد ما نحلها نديرها على الأجهزة. عندي لازم لما نتدخل ونكتب أول حاجة شفتوا كيف الورقة من اليمين إلى اليسار شفتوا كيف تطلع بإنجليزي لكن نديرها من اليسار إلى اليمين تطلع واضحة كيف. عندي حاجة أخرى عندي الألوان نقدر نديرها من ألوان تناسقية ألوان موجودة في شفتوا أنا ما غيرت هو يتغير بروحه الألوان موجودة في اللابتوب. نقدر ندير الخطوط نغير الخطوط كيف ما أنت تبي التأثيرات طبعا الهوامش نفس الورد اتجاه صفحة تبيها أفقي تبيها عمودي هذني لازم تثبتهن وتضبطني قبل الشغل متاعك. ديما لما يكون بنطبع ندير اي فور او اي اربعة عندنا خلفية هنا لما نبي ندير خلفية اختار الخلفية متاعي مثلا نختار هذه شفتوا إلى الآن واضح تناسقية. اكتبوا إذا رقم اكتبوا لنا رقم واحد إذا واضح لو سمحتوا اكتبوا رقم واضح إذا واضح رقم واحد وإذا مش واضح رقم زيرو. ما شاء الله بدأت تكتب الأرقام واحد ولايكات ويكتبوا بارك الله فيك واضح تمام ما شاء الله عنك. الحمد لله. شوفوا عندي أنا كملت الجدول بيه درت جدولي كملته أنا ما نبيش الجدول امتحانات الأجزل أنا ما نبيش تشوفوا فيها خيارات الورقة من لوضة خيارات الورقة عندي كلمة عرض أمسحها شفتا كيف شفتوا كيف ترتب عندي أنا هذه محاذاة محتاجينها عندنا صيغة أوكي هذه الحاجات المهمة لمحاضرة اليوم ثاني أهم حاجات لمحاضرة اليوم فأنا بنوريكم حاجة أخرى شوفوا في الوان درايف انا كملت شغلي وحاب اني نشتغله ونحطه على الوان درايف الوان درايف انا لما نرسل لشخص عندي طريقتين عندي طريقه لحمايه يكون للقراءه فقط تقرا بس لكن ما تقدرش ما تقدرش اي شخص يغير فيه يقرا بس يشوفه
لكن لما يراسلك يقول لك لا في عندك غلط، ترسل له عملية تعديل وتجيب له اوكي عدل، هي هو يعدل، هو يعدل، انت يطلع لك التعديل في نفس الوقت اونلاين. هذا الفرق بين الاجل العادي والاجل على اون درايف. الاوفيس بصراحه اوفيس 365 ساعدتنا واجد في اهدني. عندنا حفظ وعندنا حفظ بي اس ام. لما ندير حفظ بي اس ام طبعا هنا اس اي وان درايف، عندك الكمبيوتر، عندك اضافه المكان. طبعا وين بنحطها؟ انا مثلا نحطها على سطح المكتب، لان انا بنرسله بي دي اف. طبعا سوى ما تفرحش فيها البي دي اف، سوى خلاص البي دي اف في برامج اخرى طلع تعدلهم على تحويل البي دي اف وتشتغلي، لكن الون درايف لا، انت دير حمايه مستحيل، يعني ان شاء الله الى الان مستحيل حد يفتحها. وندير اوكي بي دي اف وندير اوكي تمام. شوفوا كيف طلعت. واضح انه بدي اف صح؟ نعم. في استاذة منى كاتبة كيف يمكننا وضع باسورد؟ شوفي أنا مثلاً باسبورتي، شوفي أنا حافظ باسم تمام، أنا عندي شغلي وما نبيش حد، نبي للقراءة فقط، نبي يكون أجزل لكن للقراءة فقط، ما حدش يقدر أرى أنا يصف المكتب. يكون هنا يدير واحد وإيه؟ هنا خيارات عامة يبس. شوفوا في كلمة المرور، هنا لما ندير كلمة المرور للفتح خلاص ما نقدر، ما يقدرش حد يفتحها، ما يقدرش حد يفتحها مين هو إذا يكون عنده الرقم المرور متاعي. هنوريكم بالهكي يقولك أكسي تمام. يحفظ شفتوا هذا كيف طلع؟ هذا لما انت ترسل عن طريق اكسل في نفس الوقت تكون بي دي اس، كيف طلع؟ كيف من الناس غلط؟ معلش حتى أخير هنا شوفي يا استاذة منى، المفروض إنه ما يطلع إلا باسورد تعطيكم، يقول لك أدخل الرقم السري تمام، بس شوية أحسبتي أعطيك رقم سري، لازم تكتب رقم سري، أنا ما كتبت رقم سري، نكتب رقم سري غلط. طلع
تمام تمام سيدة شقيقة. تمام واضح واضح كتبت لك واضح شكرا بتقول لك. تحت الرقم السري. تأكيد على الرقم السري شفته. وعندي حاجة أخرى. إلى الآن تمام. عندي التعليق. لما يكون هذا بندير له تعليق. بندير له تعليق عن طريق التعليق. شوفوا هذا قص وهذا نسخ تعديلات إدراس تعليق إدراس تعليق شوفوا لما ندخل عليه شفت اللون الأحمر اللي جاء من فوق تغير اللون الأحمر هذا لما نزل عليها يطلع لي راسب لأن هذه يعني بدي لها إدراس تعليق بدي لها إدراس عادة يجروا فيها للخصم مثلا الشخص هذا غاب مثلا 6 أيام يجروا له خصم عنده ملاحظة مثلا عنده لفت نظر يكتبوا لها لفت نظر تعليق بنلغي التعليق ندير إدراس ندير حذف التعليق ندير إدراس شوفوا القائمة هذه كيف تطلع عن طريق الزر الأيمن تطلع لي قائمة هي مجموعة من الأوامر تختاري أمر إدراس تعليق درست التعليق وبعدين تبي تبدي حاجة أخرى بتحسي حذفتها هذي تعليق شوف هذا التعليق إلى الآن واضح أستاذة الصورة واقفة في حدا كاتب تمام أستاذة زهرة كاتبة واقفة أستاذة شوقية أنت عندك واضحة واضح صورة. واضح واضح هيهم بيكتبوا لك واضح شوفي يا أستاذة اللي قلتي واقفة جيني مغادرة وعادي أخرى من جديد نعم بيكون عندها المشكلة بيكون عندها الإنترنت مرات ضعيف شوفي إلى الآن واضح؟ نعم نعم واضح الكل بيحكي لا بتحكي وافية لا الصورة مش واضحة أقول هي كل بيحكي واضح واضح نعم شوفي لازم لازم تطلعي وبعدين تعودي من جديد. نعم. هاتي وبتديري انضمام من جديد. نعم لو سمحت اللي بتحكي مش واضح تخرج من الاجتماع وترد تدخل. يعني الكل بيأكد انه واضح واحنا هي امامنا واضحة. تمام. هيك حذف الخلفية، أنا حذفت الخلفية بس نبي الخلفية تكون بلون مش بصورة. شوفوا كيف. شفتوا نجي في المربع الصغير وندير تظليل هيكي تظليل للورقة كلها وندير أمر نشوفوا شفتوا تمام كيف ما انت حابة
التخطيط الصفحة سوا اشتغلنا عليه وعندنا الصيغة. أسمع عادة أنا حماية الورقة تقدر تحمي الورقة، تختار حماية بس تحميها مثلا تحميها بالأرقام تحميها بحروف، لأني بنشتغل عليها من بس نحميها، تكتب كلمة مرور وبعدين دير أمر موافق. إلى الآن تمام، وهنا نقدر نزيد. عندي الورقة، عندي إدراج، ندرس، نقدر ندرس. يسأل تقول لك ميكرو أو ماكرو أو مخطط أو ورقة عمل، تدرجي اللي تبيه بعدين تجيني موافق. عندنا إعادة تسمية مثلا واحد، عندنا حماية الورقة نشتغل فيها بس نحميها، تكتب مثلا حماية الورقة، عندنا نقل أو نسخ بتنقلي مصنف أو مثلا رقم 6 تنقليها في رقم 1 عادي، يعني تجي عملية نقل وتجري أوكي تمام. عندي الألوان، تقدر تغير الألوان، تعبئة الألوان، أخفاء ورقة، إظهارها، تحديد كافة الأوراق، هل إلى الآن واضح؟ هذا إلى الآن واضح؟ رشقية واضح؟ نعم ما شاء الله، الكل بيحكي تمام ما شاء الله واضح. تمام. أنا نحكيكم عندي دمج الخلايا، في فرق بين دمج الخلايا وتوثيق، في فرق. شوفوا لما ندير دمج الخلايا نختار دمج الخلايا، نختار مجموعات، درت عملية دمج، شوف ما نقدرش ندمج، لازم نحذف مثلا الأرقام بعدين ندير عملية دمج، نظللها وندير عملية دمج. أنا مشغول عليها ما ندير توثيق، قبل المحاضرة ندير توثيق. ندير موافق. ندير توثيق. شفتوا دير التوثيق، نجي نغير هذه. شوفوا لما ندير دمج نجي هنا وندير دمج، ندير على هذه ضللتها صح وندير دمج، يصير لي هنا
يكون لما دمجت الخلايا، أنا دمجت الخلايا ونجيني بنشتغل عملية جمع زي إيش مثلا؟ نجيني شوفوا أنا مثلا واحد، أنا سبعة، نديرها أنا مثلا جمع قلنا يساوي تمام، ندير انتر تمام. شوف ندير عملية دمج هنا هتدمج صح؟ هتدمج ليش؟ لأن لما ندير عملية دمج لازم تكون في البداية، لازم نبدأ بيها، نجي هنا مثلا ندمج، ندير عملية دمج، وأنا مثلا ندير واحد، وأنا ندير مثلا خمسة ثلاثة، نجي هنا ندير يساوي، يساوي ندير صم. طبعاً يساوي يتم الصم، شفتوا كي عشرة وإلى عشرة، وندير أنتر. شوفوا لما نبدي نجمع ليش؟ لأن خلايا مدمجة، شفتوا خلايا مدمجة، لأن خلايا مدمجة. لكن أنا نحول الدمج هذه، نحول الدمج، حولت الدمج، نجي نجي التظليل، نكتب مثلا كلمة مثلا أي كلمة مثلا، نجي عملية تظليل وبعدين نجي شوفوا في سهم صغير هذا نزرع عليه. لما نزرع السهم نجيب توسيط، ندير موافق، أنا مستلمة سهم صغير نعود عليه، نجي التوسيط، التوسيط بعدين نجي موافق، ها من اللي عنده أي سؤال إلى الآن؟ نعم أستاذة إجماع تفضلي رفع إيدك. في سؤال؟ تفضلي افتحي المايك، تقدري تفتحي الآن. أستاذة جميعة رافع اليد، هل هناك سؤال؟ طيب أستاذة رابعة عصفور، إن كان هناك سؤالا فلتتفضلي به. يبدو أنه كل شيء واضح، بيحكوا على الشات ما شاء الله، إن شاء الله رب العالمين في ميزان حسناتك، تمام، وكل شيء ما شاء الله عليك أستاذة نورة، كاتبين تمام ممتاز. تفضلي كم هنا خذينا الأكبر قيمة وخذينا أصغر قيمة، قلنا أكبر قيمة ماك، وقلنا أصغر قيمة وومن ماين، وجبنا صم جمع، قضينا راس بنادة، قضينا تنسيق الخلايا، قضينا تشتيب، وقضينا التبويبات الجميع،
تقدر تغير التنسيق متاعك كيف ما انت حاب. والألوان قلنا بنستخدم هني وناخذ طابقة التنسيق الشرطي ناخذه من هنا موجود هني فأنا نبي ناخذ تنسيق الشرطي وبعدين تبينة حابة تغيري طريقة التعبئة تقدر تعبي ناقص الألوان تقدر تعبي أخرى كل التعبية موجودة شوفوا التنسيق بتنسيق الأيقونات مثلا تحطي أيقونة شكل عندك الترتيب عندك اتفاقاً شاف النص في خبايا اتجاه من اليسار الى اليمين من اليمين الى اليسار لما نقوله هنا هذا عنوان هذه اسمها عنوان الخليه لاننا نكتبها في الخليه مش قلنا الخليه هي عباره عن برواز لاننا نكتبها في الخليه هذه اسمها عنوان الخلية هذه اسمها خلية وهذه اسمها عنوان خلية مين نكتبها مثلا محمد شفتوا نكتب في عنوان خلية الخلية عبارة عن شو عن رموز وأرقام تحتوي على رموز وأرقام هنا صف وهذه موجود عندك عمود موجود عندك عمود أنا حابة كلمة محمد يقعد نفس تنسيق الاسم ندير عملية نسخ بعدين نجي لمحمد ونزور عليها شفتوا نفس التنسيق إلى الآن عندكم أي سؤال إن كانت هناك أسئلة فلتتفضلوا أستاذة جميعة ورابعة رفعت إيديكن بدكن تتفضلين افتحني المايك رح أسمح بالمايك للجميع إذا في أي سؤال أي تعليق تفضلوا تقدروا تفتحوا المايك وترفعوا اليد وتفضلوا إذا في أي سؤال للأستاذة نورة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه لو سمحتي أنا عايزة أسأل حضرتك أنا عندي كمبيوتر أنا شغلي في المعهد تحول رقم فعندي كمبيوتر في الثانوية حطوا عليه كلمة سر بس أنا مش عارفة أجيبها إزاي أشيل كلمة السر دي أو كلمة المرور إزاي أفتح جهاز شوفي كلمة المرور في اللابتوب متاعك صح؟ إيه؟ في اللابتوب قصدك كلمة المرور في اللابتوب
نعم صحيح الكمبيوتر العادي اوكي رسيل المحل احنا نقول عليه مبرمج يعني خديه ابو مبرمج هو بيشيل لك كلمه المرور الا سوفت وير عشان اشيلها انت لحالك لا لا لانك مش انت اللي واضعاها طب لو نزلت ويندوز جديد البرامج القديمه تتفتح لي اللي مسجله عدي اللي عدي يفتحها لك ويعطيه لك في يدك يعني متخافش اللي موجود كله في القرص دي حقيقة سيادك موجود مش عارف هو أكل مبرمج بس أنا ده كمبيوتر الشغل والجهاز كبير مش هينفع طلعه فأنا لو نزلت ويندوز جديد ممكن اللي عديه يفتح عادي يعني أقدر أدخل على دي يجيب لي الملفات مقفولة أتوقع بتوقع خلص لما نزلت ويندوز جديد خلص واللي على الويندوز عفوا عدي بيضلوا محفوظ عادي فبتفتحي باي وقت الف شكر لحضرتك العفو استاذ فوزي الحلواتي اهلا وسهلا بحضرتك تفضل استاذ فوزي ما شاء الله مدربنا المتالق ورئيس الفريق اهلا وسهلا الله يبارك فيك استاذه شوقي اولا بنشكر استاذه نوره صحيح انا دخلت شويه متاخر مش كتير يعني حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه بس وقت ما شفت الاعلان وكمان جذبني ان هو كمان اكسل فحبيت يعني ادخل واتعلم منه شيء الحمد لله موفقه استاذه نوره شرحها كويس وجميل ورائع مداخلتي بس للرد على الأستاذة اللي هي قفلة المحمول بكلمة سر كنت بس عايز أسألها هو كلمة السر أنت عارفاها ولا لا؟ مش المحمول يا أستاذ فوزي مش المحمول الكمبيوتر الحاسوب أيوة. مش أنا اللي حطها أصلا هي محطوطة من أيام امتحانات لا مش مهم أنت عارفاها ولا لا؟ لا مش عارفة أصل عارفاها وعايزة تغيريها شيء وعايزة تشيليها شيء تاني يعني. طب انا لو عارفه وعايز اشيلها نعم في اجهزه في كلمه هم عملوا الاجهزه كلمتين في اجهزه الكلمه مشيت معاها وفتحت واجهزه رفضت فالاجهزه رفضت دي هننزلها ويندوز طب الجهاز اللي كلمه السر موجوده بس انا مش عايزه يبقى عليه كلمه سر اعمل فيه ديتي بقى ديتي ممكن تغيريها وممكن تشيليها وممكن تتحكمي فيها عادي بعد ما تفتحي بتجيبي من الاعدادات وبتجيبي المستخدم وهتلاقي كلمات السر وهتخش عليها وممكن تلغيها وممكن تشيلها خالص كلمة السر عبارة عن نوعين من كلمات السر كلمة السر اللي محطوطة على الدوس دي حتى لو غيرت الويندوز وانت بتغير الويندوز هيطلب منك كلمة سر دي لو محطوطة على الدوس أما هي لو محطوطة على الويندوز فمجرد ما هتغير الويندوز هتتغير معاك هتغيرها عادي مجرد نزول الويندوز هو بيمسحها أصلا لكن لو محطوطة على الدوس ده بيبقى على البوردة بتاعت الجهاز فمش ما بتبقاش على الهارد ديسك لكن لو هي على الهارد نعم هي على ما اعتقد ان حطيتها على الويندوز عادي كلمه عاديه عشان تعرف ملفات الشفا وكده كلمه عاديه خاصه عشان كده بيديها لنا بعد كده يعني هي كلمه سر للملف ولا للويندوز نفسه لا للويندوز نفسه وعامل كلمه للجهاز نفسه لان ممنوع ان احنا نفتح الجهاز زي ما انت عارف هو للجهاز نفسه لو محطوطة على الدوس ممكن بعض المحترفين بيحطها على الدوس ديتي حتى لو غيرت الويندوز هو وانت بتغير الويندوز أصلا مش هتقدر تغير الويندوز لأنه هو يطلب منك كلمة سر عشان تغيير الويندوز لكن لو محطوطة على الويندوز انت وانت بتنزل الويندوز هو يمسح السي لوحدها لو ليك حاجات على السي خلينا أكمل لو ليك حاجات على السي وخايفة عليها تقدر تشيل الهارد تماما تنزعيه من الجهاز وتحطيه على جهاز تاني
وتخشي على الدرايف سي اللي هو هيبقى الداونلود او الدريم او المستندات اللي هي دوكمنت، وممكن تاخدي حاجتك اللي موجود عليه او تخش على الديسك توب. بتخش بقى انت لو نقلت الهارد على جهاز تاني تقدر تاخدي كل حاجتك اللي عليه، خصوصا على السي، الدي والاي والاف والحاجات دي مش هيجرى لها حاجه. لو ليكي حاجه حافظها على السي او سطح المكتب دي اللي هتروح في حاله نزول الويندوز. معلش انا طولت عليكم، بس يعني هي الحته دي اللي كنت عايز اقولها. الف شكر لسيادتك. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا استاذه شوقيه اللي اتتولنا المجال للاجابه. تسلم، بارك الله فيك وبعلمك. شكرا لك على المداخله. تفضلي اللهم صل على سيدنا محمد. الان تقوى اموره طالبتنا الرائعه، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحب أشكر الأستاذة نورة والأستاذة شوقية حواورة على هاي الورشة، كانت كتير رائعة ونحن استفدنا. شكرا حبيبتي، شكرا، أهلا وسهلا فيك وما شاء الله كل التوفيق نتمنى لك. أستاذ طلعت تفضل. أستاذ طلعت أهلا وسهلا نورتنا، تفضل. الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير حضرتك. موضوع جميل جدا وعرض رائع، ربنا يبارك فيك والأستاذة نورة يا رب العالمين. بس لو عندي جدول على ورقة ازاي احولها لأكسل، وسؤال تاني ازاي احط عنوان للخلية. شكرا، ألف شكر. العفو، أهلا وسهلا وحياك الله، نورتنا أستاذ. الله يبارك فيك يا رب. تفضلي أستاذة نورة، سمعت السؤال؟ تمام. أحفظ باسمي بديت فتح المكتب. مثلا أنا بندير كشف درجات، نكتب كلمة كشف درجات. تمام، وندير امر حفظ. اين حفظ؟ عنوان للخليه مش للورقه. للخليه بروحها. نعم نعم. اي انا دايره للخليه، خليه ناقصه ما يخش عنوان. الموجودات. فهمتش السؤال، لكن انت خليه اللي تكتبها يكون فيها عنوان. لما تكتب انت، لما تكتب أصغر قيمة، شوف هذه هي العنوان الخلية، أصغر قيمة هنا هذه الخلية.